الشعب الغزي بيتعامل مع شجرة الزيتون وكأنها فرح وطني، فرح للعائلة الفلسطينية، لأنه بتشكل إلها دخل وبتشكل روح معنوية عالية، لأنه هذه شجرة الزيتون رمز وجودنا في هذه الأرض، آبائنا وأجدادنا زرعونها، وبالتالي مأمورين إحنا نحافظ عليها، وكأنها شجرة يعني جاء بها جميع الديانات وتحدثت عنها كل الكتب السماوية بأنها شجرة مباركة. فالأصل في المسلم أنه يحافظ عليها ويتعامل معها بأنها شجرة خير وشجرة محبة وشجرة سلام. الموسم السنة هذه بشكل 70% عن الموسم بالعام السابق، والحمد لله يعني المزارع مبسوط على انه الشجر السنة حمل بنسبة 70%، السنة اللي فاتت ايضا حمل، فسنتين ورا بعض حمل، فهذا بيمثل دخل وبيمثل روح معنوية عالية للمزارع الغزي.